مساء الخير عليكم في اول حلقه من هي واشترتها. انا دينا عبد الخالق وهيبقى معايا صاحبتي ساره امين في اول حلقه من برنامج هي وشطارتها. شطارتك انتي وشطاره كل حد بيشوفنا. عامله ايه يا ساره؟ انا مبسوطه جدا جدا ان احنا مع بعض وانا كمان اخيرا عملنا البرنامج. مبسوطه، حاسه باحساس مختلف كده، يعني حاسه ان انا قدام كاميرا مستوعبه ان احنا عملناها. انا متوتره. طيب انا متاكده ان احنا هنعمل حاجه تفيد كل البنات اللي بيشوفونا، ومتاكده كمان ان هم هيحبونا زي ما كنت متاكده ان تعبنا عشان نظهر هيكون نهايته كل اللي بنحلم بيه. انا دايما كنت بقول ان اصعب حلقتين على المذيع هم اول حلقه واخر حلقه. اول حلقه بيكون عندنا رهبه زي اللي احنا حاسين بيها دلوقتي، ونبقى مستنيين حاجات كتير جدا، واخر حلقه بتبقوا وحشنا وعايزين نرجع لكم بسرعه عشان نكون معاكم ونكمل اللي احنا بدأناه. انا مبسوطه ان انا معاكي ومبسوطه بينا ومبسوطه ان احنا بقينا سوا في كل حاجه. انا الصراحه مبسوطه قوي وانت عندك حق، هي فعلا حاجه توتر انك تقفي قدام كاميرا وتتكلمي حاجه هو حلم من احلامنا، بس حقيقه حاجه توتر. بس اللي شجعنا بقى الحلقة ان ده البرنامج كنا عايزين نعمله من كتير قوي، وعايزين كمان نشجع شطاره البنات والستات. كل واحده تايهه، كل واحده لسه مش عارفه هي عايزه ايه او تبدا منين. احنا كمان كنا زيك، احنا كمان كنا تايهين، مش عارفين نعمل ايه او نبدا منين. عشان كده احنا عملنا البرنامج ده اللي بقالنا كتير قوي بنحضر له. انا مبسوطه جدا وحابه كمان، يعني ايه بقى فكره البرنامج؟ هي نقول لهم كده هي وشطارتها ايه هي؟ فكره برنامج هي وشطارتها ببساطه ان انت مش شرط تبقى شطارتك في مهنه معينه، ممكن تبقى شطاره موهبه، او شطاره انك بتحبي وبتعرفي تحتوي اللي حواليك، او شطاره انك انت عمود البيت اللي سانداه وبتطلعي جيل جديد واعي ومدرك ويكون قادر ان هو يكون حد قوي جدا. شطارتك ان انت قويه وجميله وعندك سلام نفسي. شطارتك انك ما بتخليش حاجه تكسرك، ولو حصل فانت بتخرجي منها اقوى. بالظبط كده. عارفه يعني دايما كده بيقول لك ان البنت دي عندها كذا وكذا وكذا ممكن يخلوها تنجح. بالزبط. بس هي بقى وشطارتها. بالزبط. يعني يا تنجح يا ما تنجحش. عشان كده دايما انا شايفه ان الشطاره دايما بتكون اساس كل حاجه حلوه. عشان كده في البرنامج النهارده وفي البرنامج الوقت ده هنتكلم عن بنات وستات شاطره قوي، هيتكلموا عن شغلهم عن مشاريعهم. مش شرط تكوني بتشتغلي او عندك مشروع عشان تكوني شاطره، على فكره مش ده اللي احنا بنتكلم فيه خالص. لما تاخدي بالك من دراستك انت بجد شاطره، لما تعرفي تبني بيت واسره في الزمن اللي احنا فيه ده دي شطاره، لما تجبري اي شخص ان هو يحترمك وان هو فعلا يقدرك دي شطاره. حاجات كتير قوي مش بس نوع معين. مفيش شكل معين للشطاره، وده اللي احنا عايزين نقوله. انا بحس كل واحده شاطره ولكن بطريقتها. عشان كده برنامج هي وشطارتها هتلاقي فيه كل اللي يهمك، يهم نفسيتك ويهم شكلك، يهم شياكتك وجمالك وصحتك، يهم تطويرك لنفسك. هيبقى معانا هدايا وهيكون معانا اوفرز ومفاجآت وحاجات كتير جدا جدا، متاكدين ان هي هتعجبكم. هنكون معاكم كل اسبوع، انا دينا عبد الخالق وساره امين، كل يوم سبت الساعه 1:30. نتمنى ان احنا نبقى خفاف على قلوبكم وتحبونا زي ما احنا حبيناكم وعملنا البرنامج ده عشانك انت وعشان احنا كمان. بالزبط. يعني احنا كمان عملنا البرنامج ده عشاننا، عشان دايما بحس ان لما تشجعي بنت غيرك وتساعديها وتبيني شطارتها ده بيخلي ساعدك انت كمان، وبيخليكي انت كمان شاطره. يس. وبيخليكي انت كمان عايزه تكوني زيها بس من غير نفسنا والكلام ده. يعني عايزه تكوني زيها في شطارتها، ان هي واحده مهمه، واحده عامله حاجه حلوه نفسي اتعلم منها. بالظبط. خلونا كده بقى مع بعض. خلصت اول حاجه وهنخش على اول فقره في اول حلقه برنامجنا ان شاء الله. هنشوف بنات شاطره، هنشوف ستات شاطره، هنتعلم منهم وهنشجعهم، هم شجعونا واحنا كمان هنشجعهم. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.